والله زي ما انت عارفة الحاجة هم الاختراع، واحنا مرينا بفترة ركود شوية، فلقينا انه في شح في السوق في انتاج الكمامات، واحنا ومجموعة مصممات اشتغلنا بدأنا في انتاج الكمامات ولقينا عليها اقبال ما شاء الله، وشغالين فيها ان شاء الله نلبي يعني احتياج السوق، قاعدين يعني نشتغل فيها وإن شاء الله يا رب. يعني الحديث من الكمامة كحاجة ضرورية اليوم، ما حد يطلع إلا بكمامة، والانتقال إلى فكرة أنه تكون الكمامة عصرية، يعني تحديداً حول الذهاب إلى الرفاهية أيضاً باستخدام الكمامة، كيف شفتي إقبال الناس على هذا النوع؟ الإقبال عليها جداً كبير، بالذات عارف المرأة السعودية تحب تكون متجددة وبتطلع يعني بمظهر لائق، خصوصا العاملات يعني اللي تشتغل اللي بتقابل عملاء وكده، فدائما حريص على انها تكون يطلع شكلها بمظهر لائق، والرجل كمان نفس الشيء، والاطفال كمان عملنا لهم، كنا حريصين صراحه انه احنا نعمل لهم رسومات واشكال تخليهم يتشجعوا انهم يلبسوا الكمامات، ويكون يعني في عندهم قابليه يعني مرونه انها تلبس الكمامه، لان الاطفال شويه صعب انك انتوا يعني احنا الحين قاعدين نستعرض معاكي صور الكمامات، يعني صور كمان لكمامات عصرية ألوان كمان متناسقة مع العبايات، لكن كلمينا عن جودتها، المادة أو الماتيريال اللي استخدمتيها، هل هي تغنينا أو تقينا من فيروس كورونا؟ والله احنا يعني بصراحة كيف أقول لك، يعني مشينا على نفس الاشتراطات اللي حطتها وزارة الصحة، القماش قطن، الكمامة بتكون أكثر من طبقة، الفلتر اللي محطوط جوة الكمامات، ويعني بنحاول قد ما نقدر إنها تكون يعني على اشتراطات وزارة الصحة. طيب الحديث عن الأسعار أيضا، الواحد لما يبي يكشخ بكمامة عصرية كم ممكن تكلفه؟ الأسعار على حسب الماتيريال اللي معمول منها الكمامات، على حسب يعني الإضافات والخامات، في بعضها محطوط فيها إكسسوارات، في بعضها جلد، يعني على حسب هذا، بس إحنا حريصين إنه إحنا نكون يعني في متناول الجميع الأسعار. يعني المتوسط، متوسط الأسعار كم نتحدث، إذا كان في فئات اللي الغالية والوسط؟ إيه توصل 50، في بعضها 15، في ب20 على حسب، والأطفال في يعني ب25، يعني كده متفاوتة. يعني أغلى شيء ب50 اللي فيها إكسسوارات، هذه حقة المناسبات. أيوة أغلى. طيب حنتكلم عن غسيل هذه الكمامات، يعني أنت عارفة الكمامة حتنغسل تقريبا كل يوم، إذا ما كان يعني لو نقدر نغسلها مرتين في اليوم حنعمل كذا، فقولي لي كيف حتكون الماتيريال، هل تتحمل هذا الغسيل المتكرر للكمامة؟ تتحمل غسيل، احنا حاطين مع كل كمامة تقريبا طريقة غسلها وتعليمات عشان يمشوا عليها، عرفت كيف؟ يعني بيكون الغسيل يدوي، تجفيف يعني عارف كيف، في درجة حرارة معينة عشان تخدمهم أطول وقت ممكن. بالذات نقطة التجفيف حتكون مهمة، إنه تجفف تماما درجة الحرارات. بالضبط درجة الحرارة تكون يعني خفيفة، ما هي يعني تحت درجة حرارة عالية، يعني ممكن درجة الحرارة العالية تؤثر على الخامة. ايوه طبعا، لانه حيكون الحراره يعني اذا قويه شويه على حسب الماتيريال نفسه، وهي كمان قطعتها صغيره فما حتاخذ ان شاء الله وقت في التنشيف وكذا. طيب قبل شوي التقرير شفنا محلات الخياطه يتحدثون عن اقبال كبير، انتم بالنسبه لكم كمصممات سعوديات ايش مستوى التنافسيه؟ السوق في كثير دخلوا فيه في هذا المجال، وايضا مستوى الطلب عليكم. والله الطلب مرة كبير والتنافس شريف وحميم، يعني كيف أقول لك، الأكثر شيء إحنا كان يعني صراحة المبادرة نفسها كانت يعني تخدم الوطن، عرفت كيف؟ ونغطي أكبر قدر ممكن يعني عفوا من الكمامات إنها تلبي احتياجات المجتمع، يعني هذا شيء بسيط إن شاء الله إحنا نقدمه. ممتاز، يعطيك العافية مستشارة المظهر سمر راضي.